ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن شاحنات محملة بالوقود قد عبرت معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة. وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها الوقود إلى القطاع منذ أحداث 7 أكتوبر الحالية. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا للوكالة الفرنسية إن 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.